قبل اي حاجه عايزه اقولك يا اميره ان انتي بطله، قعدتي تعفري وتكافحي عشان بنتك، اديتينا كلنا طاقه ايجابيه انتي مش متخيلها بجد. مش انا بس، ممكن يكون ناس كتير بتتفرج علينا، اديت لهم امل في بكره لكل بيشوفونا وبيسمعونا. واثقه ان في منهم كتير ممكن يكونوا شبه حالتك، عندهم حياه صعبه زي حياتك بس قدروا وعفروا. عايزه اقولك وبكرر كلامي تاني انه فعلا الست المصريه اللي بجد جدعه ملهاش مثيل، صبرة، قوية، عندها عزيمة وأصيلة زي ما بيقولوا. والأصل ده بيظهر دايما وقت الأزمات، طبيعي يكون للبطولة والكفاح واللي انت استحملتي ده كله تمن كبير، خد من صحتك، من راحة بالك، ممكن كمان من عمرك نفسه، صح؟ عشان كده لازم من وقت للتاني تاخدي استراحة زي ما بيقولوا، استراحة محارب، طفي قلوعك، لأنه محدش هيقدر يحارب طول الوقت. انت بتحاربي في كل جبهة، انت مش سايبة جبهة، احنا بشر. عشان كده انا معاكي، معاكي بجد في انك تدوري على سعادتك، راحة بالك اللي اتحرمتي منها طول فترة حياتك اللي فاتت، سواء بقى مع اهلك او مع الاتنين اللي اتجوزتيهم. بما انك ست عاقلة واتجوزتي مرتين قبل كده ودلوقتي بتحضري ماجستير، فانت مش صغيرة، مسؤولة عن تصرفاتك واختياراتك كلها، فمحدش ليه عندك حاجة، خصوصا انه محدش شايل شيلتك. بس كل اللي مخوفني انك ممكن من غير ما تقصدي تختاري برضو غلط او ما تحسبيهاش كويس المرة التالتة، فهنوصل لنفس النتيجة وساعتها هتكون خسارة كبيرة قوي. ممكن زي ما مامتك قالت انه تتعاير بيكي او المستنين يشمتوا يشمتوا، لو انتي مش فارق معاكي خلاص، لو انت قدها وقدود، بس احسبيها كويس، فكري مرة واتنين وتلاتة. ممكن تسألي عنه هو كمان مرة واتنين وتلاتة وشوفي كل الناس اللي عرفته وتعاملت معاه، تأكدي كويس من أخلاقه ومعدنه زي ما بيقولوا. لو قدرتي كمان تتأكدي إذا كان هو فعلا محروم من ولاده ولا هو اللي سايبهم، دي مهمة قوي، وحرص ولا تخون. ولازم تصلحي علاقتك بأهلك، تكلمي معاهم، تكلمي مع أخواتك الرجالة، أختك، حاولي تحنني قلبها يمكن يبقى فيه فايدة، اشرحي لهم وجهة نظرك، كلميهم عن اللي انت حاساه، اللي انت بتمري بيه، وانه انت اللي شايلة لوحدك، بس اكسبيهم واحسبيها مليون مرة كويس، واوعي تتسرعي. عايزه اقول لك ان انت سمعتي معانا كمان نصايح دكتور نانسي في الفقره اللي فاتت، فيا رب نكون فدناكي، يا رب تاخدي القرار الصح. صلي استخاره، شوفي قلبك هيقول لك ايه واحسبيها بعقلك، وهستنى منك رساله تطمنينا فيها عملتي ايه. هستنى من كل اتفرجوا علينا وسمعوا قصه اميره، هل الست لو اتجوزت مره واتنين وتلاته يبقى عيب؟ هنتكلم عليها. هل لو فشلت تاني هنشمت فيها؟ هنستنى الناس تشمت فينا؟ هنعمل لهم حساب؟ انا عايزه اسمع. مستنياكم على فيسبوك وتويتر وانستغرام وعلى كل حسابات قصه حقيقيه. باي باي.